السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الطريقه فنيه اللي غادي تحتاجوها دائما بالنسبه لكم الاوقات اللي كتكون عندكم فيها الوقت، يمكن لكم تستغلوا داك الوقت وتخدموا فيه شي مسائل اللي تلقاوها عاود وقت اخر فاش كتجيو من العمل ولا كتكونوا ما موجدين والو كتبغيو دغيا تاكلوا شي حاجه مزروبه. دابا اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم بيتزا اللي كيمكن لها تخليها لكم مجمد اولا الكونجيلاتور اللي غادي نحتاجوا فيها ان شاء الله. هذه الخبز اللي كان كنعجنو دائما انا عجنه، ولكن غادي نحط لكم الرابط اسفل الفيديو ديال الطريقه من الاول حتى التالي وانتم تنسمو باش ما بغيتو. انا هنا من السباب الابزار ومن السماء بهذا بالملحه وبالابزار والزعتر وعجنها بالمدافئ والملح والخميره. بالنسبه لهاد العجينه هذه انا راني عجنتها وخليتها ارتاحت شي شويه، ودابا درت كريسات وعاد القياس ديال البيتزا فرديه يعني الواحد، ودابا غادي نقرصهم وغادي نتكهم بالفرشيطه. غادي تشوفوا الطريقه في الفيديو وغادي ندخلهم يطيبوا وغادي نخرجوا. هنا بالنسبه للصلصه انا هي الصلصه، غادي نحط لكم الصلصه كذلك اللي كطيب، وهذه الصلصه اللي ما كطيبش يعني كنختصر الوقت. هنا عندي جوج ديال البليك دي ولا مطيشه طريه اللي بغيتوا تاخذوا واحد الخمسه ولا سته، غادي نلقي لهم زريعه وغادي تقطعوهم هكذا. وانا درت جوج طاسات، وغادرت انا هنا غادي نسم بالزعتر، وهنايا الملحه راه الملحه رجعت اللون ديالها ما كيبانش. هنا الابزار وهنا الحرور يعني الصامبال اولا هذا كيقولوا الهريسه. صافي. هنا غادي نضيف الثومه، هنا غادي نطحن بزيت البلديه هادشي كامل داش كتنسم. دابا غادي نطحنها وغادي ندوز داك الساعات غادي نقرص هادي ونتقبها وندخلها للفران يطيبو. ديك الساعه تشوفوا الطريقه كيفاش. هذيك بالنسبه للكبيره غادي نديرها طريه ما غنحتاجش نخبعها في المجمد، انتم غتبعوا معايا الخطوات. هنا كي قلت لكم قرصتهم دوزت عليهم هاد اللعيبه باش كيتقبوا هكذا. دابا غادي ندخلهم يطيبو ونوريكم بعد ما غادي يطيبو. ما كيدخلوا من الفران مده تقريبا دقيقه اولا جوج وتخرجوا، ما بغيناهمش حنا يتحمروا ولا يطيبوا، لان فاش غادي نديروا عليهم العناصر من الفوق غادي يكملوا الطياب. صافي. هنايا هما خرجتهم، فكي قلت لكم فران مشتعل مازالين سخان، هانتوما ما كيتحمروا ما والو كيبقاو بويض، هانتوما فهاد الشكل هكا. دابا انا ديروا الشبي كامل لتحت باش يبردوا لكم الا كنتوا غادي تحتاجوهم هكذا. انا غادي نديرهم دابا باش ندفع وحدين اخرين راني دفعتهم، ودابا راني مستمره في العجين كامل. بالنسبه للحشوه الثانيه يعني درت لاصوص ودرت هذه الفلافل اللي غادي نحتاج الفلافل ثلاثه ديال الالوان اللي فيهم الخضراء والحمراء والصفراء، وكذلك غادي نحتاج موزاريلا، وغادي نحتاج ثوما بغيتو الشامبينيو ديرو بغيتو ما كاينش انا عندي متوفر ما ديروش. هاد البيتزاري غادي ديك تكون ليها الطون. دابا هنا درت هاد الفلافل هادو، بالنسبه الى كنتي غديريها انا خديتها الطبيس هذا واخده فيه اللي غادي نديرها طريه ما غاديش نطيبها، غادي نديرها فوق البيتزا اللي غناكل دابا، ولكن هذه اللي غادي تدخل الكونجيلاتور يعني غادي نطيبها باش ما تجمدليش ودير لي الماء وما يعجبني ما تعجبنيش. دابا هنايا غادي ندير الزيت، غادي تبدلنا هذه وغادي ندير البزار والملح صافي والزعتر وشويه ديال الثومه بلا ما ندير انا الثومه حيت درتها، غادي نهي باش نسمها بالبزار والملح، وغادي نخليها كنصوطيها مزيان بحال اللي كتشمعها، ماشي غادي نطيبها غير كتشحريها كتشحريها حتى كتولي واحد ماشي لاويه ولكن مذهبه. صافي تما غادي نصوطي عليها، وانا غادي نقطع الشامبينيون غادي نقطع الموزاريلا وموجود المسائل كامله باش نوريكم الطريقه باش نكملوا كلشي. صافي. ها نتوما من بعد ما كملت كلشي هادو هما الخبيزات ولا كي كيقولوا العجين كيجي كله على هذا الشكل. هذا الطون اللي موجوده، هذه الفلافل اللي شحرتها، وهذه الموزاريلا، وكذلك هذه الطومات اللي طحنتها قدامكم هي هذه، غادي نحطها حتى هي، والفرماج اللي غادي ندير من الفوق. دابا غادي نبداو على بركه الله. دابا ان شاء الله غادي نبدا لاصوص كي قلت لكم، وهاد لاصوص هادي انا اللي قلت لكم ما كنطيبهاش، وغادي ننزل لكم في صندوق الوصف الصلصه الحمراء اللي كيمكن لكم حتى هي تخبعوها في طويصات وديروها في المجمد وتكونوا دايرينها على تيساع، وممكن لكم عاوتاني هادو تخبعوهم بوحدهم حتى تجبدوهم.
انا هاد القضيه هذه علاش درتها لكم قدامكم، لانني كنصوب هادشي لولدي كيكمل قرايته بعيد عليا، وكنصوب له هادشي باش كيديه معاه فاش كيجي لعندي، كنعطي له هادو مجداهم له وكي ديهم معاه، هو كيديرهم عنده تما في المجمد، وملي كيحتاج شي حاجه كيجبدها لان كتعرفوا الميمه ضروري خصها تهلا في وليداتها. وان شاء الله غادي نزيدكم مسائل اللي كيمكن لها تحتفظ في المجمد، وهذه اللي كيقول لكم الموظفين ولا اللي خرجتوا جيتوا مرخيتوا ما ديروا، كتكون هذه فكره مخبعه، يمكن لكم تديروها هكذا، يمكن لكم تخبعوهم بوحدهم غير بحال هكا ولا صوص بوحدها، ولكن انا غادي نوريكم هالطريقه هذه. غادي ناخذ الموزاريلا غادي نفرقها هكذا، انا ما غنطيبهمش، غنخليهم هكا ليه ولا تخليهم حتى نتوما هكذا ليكم، ديك الساعات غادي نرمي عليهم الفلافل، هاد الفلافل كتعطي البنة ليهم مزيان، مهم باش ضروري خص تكون البيتزا فيها الفلفله ولا الشامبينيو حتى هو بغيتو تشحروه اولا ديروه خضر، تقطعوه وديروه خضر من الفوق. انا كتعرفوني انا كندير دائما البيتزا اللي كنديرها طريه بالعجينه طريه. غادي ندير طونين ديال الزيت، وهذا طونين كنشريه اللي مخلط بالزيت البلديه، غادي نغسل يدي. غادي ندير هذا هكذا، وغادي نديرهم هكذا في المجمد، يقبطوا راسهم مزيان حتى هذه يقبطوا راسهم مزيان، عاد غادي نكمسهم في فيلم اليمونتير اللي غادي يكون محافظ عليهم. صافي هكذا كيجيو. بالنسبه للي غادي نتنكل دابا الصلصه، وكذلك مازال انا غادي نستمر ونولي نقطع موزاريلا ونزيد الطون، لان فاش كندير هادشي كنديرو بكميه وفيره ماشي كندير غير شويه، كنربح الوقت. كيمكن لكم ديروا الطون، كيمكن لكم ديروا الدجاج، كيمكن لكم الدجاج عاوتاني تشحروا في شويه ديال الابزار شويه ديال الزيت يعني، وعاد تديروا من الفوق، كذلك الكفته ولا الكروفيت ولا اللي بغيتوا ولا الكالامار ولا فواكه البحر. شنو اللي باقا خاصني ندير؟ طون هادي غادي ندفعها دابا الفران، وغادي ندير الفرماج هذا ديال البيتزات، صافي وان شاء الله صافي. غادي هذا هو الشكل ديالهم التالي، ما عندي ما غادي نزيد نقول لكم، هذا هو الشكل التالي ديالهم. هادي غطيب دابا، هادو غادي يتخبعوا في المجمد، من بعد غادي يخرجوا منين يقبطوا راسهم مزيان وتقصح، غادي تكمسوها في هادي وتغلفوها مزيان حتى كتقصح، ديك الساعات غادي توليو تستفوهم بالطبقات هكذا، وديك الساعات ديرهم في طويصه وفوق ما احتاجيتو شي حاجه كتشعلوا الفران وتدخلوا مده 10 ديال الدقائق، يعني هي تيتحمر الفرماج وصافي من تحتو من الفوق، والصلاه على النبي. وهذه هي الوصفه ديالنا ديالهم، وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله، وشكرا لكم على المتابعه.
صافي هادو هما البيتزات اللي انا غادي نديرهم في المجمد كي قلت لكم يجبدوا. راه دابا قبطهم درتهم شي وحدين في الثلاجه بداو كيقبطوا البروده مزيان بحال هادي. دابا راه بدات تتقبطها البروده. دابا غادي نغلفهم في فيلم الومونتير وغادي نخبعهم نحتفظ بهم. هادي البيتزا كيف شفتوها اللي بحال هادو كتجي على هذا الشكل، بعد ما كنطيبوها كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو ويكون خفيف ظريف عليكم وتستافدوا منه. شكرا لكم بزاف على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهذه المساله راه متعلقه بينا كاملين الرجال ديال بحال هكا في البلاصه افلام هذا مسلسل راه مشعول.